هذا يقول: ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ العمرة ليس لها طواف وداع لعدم الدليل على ذلك. طواف الوداع للحج، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج بألا ينفروا حتى يطوفوا للوداع، حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. أما المعتمرون فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بطواف الوداع. اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة مرات واعتمر أصحابه، ولا ذكر أنه طاف للوداع للعمرة أو أنه أمر أصحابه أن يطوفوا للوداع. لكن من أراد أن يطوف هو زيادة خير، من أراد أنه يطوف للعمرة طواف وداع فلا مانع، أما أنه واجب عليه لا، ما هو واجب، هذا واجب في الحج فقط من واجبات الحج.